السلام عليكم، مرحبا بكم في ملخصكم اليومي ديال برنامج انيغما التحدي. في هذا البرنامج كاينين الغاز والالعاب ومسابقات تيكونوا سهلين، تطلبوا شويه ديال الذكاء. هذا الشيء اللي داروا المراكشيين في هذه المسابقه ديال الحمير، تبارك الله عليهم. كريت الليمون، يصبر كيشبه ليك شويه شاب ولا ما شابش؟ لا ملامح في الحروف وحيله، عينيه كبار بحال كبار كيشبه ليا. حنا المسابقه تنكونوا متفوقين فيهم كاع لي جو، تنكونوا تنخدموا فيهم دماغنا وتنهضروا عليهم قبل ما نبداوهم، بخلاف الفروق الاخرين. حنا القضيه اللي عرفنا هي كانت اللعبه ديال الحمير، والحمير باش كيكونوا صغار تيكونوا صعيب باش تحكم فيهم. وانا قلت لابراهيم باللي خصنا نختاروا البلو غون فيهم، الحمار الكبير، باش يكون زاكي وثابت وعارف اش كيدير، دايز عليه تما راه عارف غيكون زاكي. انتشروا. هي بالنسبه للمسابقه تاعت الحشاكم الحمير دازت مزيانه صراحه. انا فكرنا لان تقريبا في هذوك المسابقات واخا كاع داكشي من الاول تنفكر، عندنا الحمد لله التفكير وعندنا الذكاء شويه في داكشي. Moi franchement j'étais pas très étonné parce que je me dis toujours que le plus important c'est pas le jeu, le plus important c'est la course qui mène vers le quiz. Je suis toujours stressé comme avant parce que je sais que là ça va vraiment se jouer, mais encore plus parce que là c'est la course finale pour nous. Mais avant je me disais que si jamais j'arrive ici cinquième je peux me rattraper dès qu'il y aura le départ. Mais là, je suis certain que si ça ne marche pas, on est éliminé. Arrête ! Tais-toi ! Chat, il n'y a que chat. Il faut dire chat. Viens ! Il faut dire chat. Rah ! الاخرين كلهم اختاروا حمير صغار، لقاو مشكل معاهم باش يوصلوهم لنقطة الوصول. حنا وصلنا قبل منهم بشحال وكنا متفوقين عليهم بزاف. يلا واحد جوج ثلاثة عاود واحدة أخرى، واحد جوج. من مسابقة الحمير لمسابقة أخرى ديال تقشير البطاطا، كل فريق كان خاصو يقشر 10 كيلو البطاطا، مهمة ماشي سهلة كانت بالنسبة لبسام ونوفل، ولكن مسكين بسام ما بقاش يفرج بين البطاطا وبين صباعه، نشوفوه. الله يعاون. حمار حمار هاك، ها الحمار. السلام عليكم. قلب الموس سد البطاطا مزيان ودير هذاك بجهد. 10 كيلو ديال البطاطا عمرني ما نقيتها في حياتي، ما نخدامين ما موالين. عطيهم الغرسة الوالدة غادي تحكر عليا صافي، أنا لا ندير لهم كاملة. واش نقول لك السي منتصر عينك الله. المسابقة دازت زوينة واخا ما ربحناهاش، جينا حنا الثانيين. صبعي تجرحت فيه ولكن ماشي شي حاجة خطيرة. نقينا البطاطا، تعلمت نقي البطاطا. شرحت راسك. على خاطرك منتصر هاك مع الجهاله والجهد والزربه طق 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 بان لي صبعو بحال الجي بطيطه ما طراف تكاموفلا لك صبعو ما بقاش كيبان اودي. الصراحه حتى حنا تعذبنا البطاطا ولكن الله يسمح لينا من الوالده مسكينه
ما دابا شوف وليدي شحال هازين، شوف شحال هازين مساكن الوليدي. ها خليهم لا تحضك الشبنه وانت غير خليها صاحبي تا مالك دابا. جوج بطاطات ما يديروا الله يلحشو مالك صاحبي بالله ما عاونش معاهم والو، كاع صحابك داروا المزيان تا اللي كنت هاز وحق الله. يلا طريق منتصر كيستناكم في تستطيعوا خرجت عكس طريق دريو ان شاء الله بالسلام. عشنا اكيد لحظات ممتعه في هذا الملخص اليومي، نتلاقاو غدا في نفس الموعد على قناتكم ميديا ان تي في.